من المعروف إنه هرمون الأوكسيتوسين هو المحفز الرئيسي والأساسي لبدء الطلق وعملية الولادة، وتحفيز هذا الهرمون بالأسابيع الأخيرة من الحمل رح يسهل لك ويسرع لك عملية الولادة. اليوم محضرين لك مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والنصائح اللي ممكن إنها تسهل وتسرع عملية الولادة وتحضر جسمك لولادة طبيعية. كل هاي النصائح والإرشادات منفضل إنك تبدي تعمليها بعد الأسبوع 36 خلال فترة الحمل، يعني بأول الشهر التاسع. النصيحة الأولى، المشي لمدة 20 دقيقة باليوم فقط. المشي رح يساعد الجنين بتحريك منطقة الراس لعند الحوض ويحضره للولادة، وبيحرك الأربطة اللي بتكون رابطة عظام الحوض وبيحضر المنطقة هاي للولادة. يفضل ما تمشي أكثر من 20 دقيقة باليوم لأنه هذا ممكن يزيد التعب عليكي وعلى الجنين. النصيحة الثانية، إنه تطلعي وتنزلي على الدرج. طلوع ونزول الدرج بيحرك الجنين لعند منطقة الحوض وبيحضره للولادة، كمان بيحرك الأربطة لعند منطقة الحوض وبيساعد إنه الجاذبية الأرضية تجذب الطفل لتحت وتحضرك لولادة طبيعية. النصيحة الثالثة هي رياضة القرفصاء. رياضة القرفصاء تفتح الحوض 30% أكثر من وضعه الطبيعي، وهذا بيساعد لنزول الرأس تبع الجنين بالحوض وبيحضرك لولادة طبيعية. ممكن تبدي بخمس مرات قرفصاء باليوم وتصيري تزيديهم على راحتك. النصيحة الرابعة، زيادة بعض الأطعمة على نظامك الغذائي. هاي الأطعمة هي التمر، القرفة، البقدونس والأطعمة الحارة. من المعروف إنه هاي الأطعمة رح تحفز عضلة الرحم إنها تعمل انقباضات بسيطة بآخر أسابيع من الحمل. هاي الانقباضات محببة لأنه بيوم الولادة تعني إنه ولادتك رح تكون سهلة وسلسة. إن شاء الله يربطهم بالسلامة يا رب، الله يرضى عليك ويربطهم بالسلامة يا رب. النصيحة الخامسة، تناول الفواكه الاستوائية مثل جوز الهند، الأناناس، البابايا. من المعروف إنه هاي الفواكه فيها إنزيمات بتساعد على تراوت عنق الرحم، وبالتالي بتسهل عملية الولادة وبتسرعها. كل هاي النصائح والإرشادات والتوصيات ممكن تحضر جسمك لولادة طبيعية سهلة وسلسة، بس الأهم من هيك إنك تتذكري بيوم الولادة ولما تبدأ الانقباضات الخفيفة تذكري إنه الحركة مهمة كتير، فكل ما تحركتي أكثر سواء بالبيت أو بغرفة الولادة كل ما ولادتك كانت سهلة وسلسة. وبالسلامة لكل الأمهات المقبلين على الولادة.